مر حسين عبد محمد سودو هو يدي وما داي سودو هو يدي وما داي سودو مام حسين سودو مام حسين سودو مام حسين سودو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان مرتي شرفت يسوكتي من قولهن علماء الدينك أقول يهمينتا صلادينتا وحقرتك قنع ستادا لخاتيرتا هبلها هوينكا يل يوين باقف والبوحانكو سلاميا مقامك وكوفة ديو ساحادا عاوة وحين مرتئونا هاي وعين سودة وينينا مروادة كواد مدحوينها جمهورية دومدة الصومالية محمد عبد الله فرماتو ماما سينا العبدي سودة وينينا كلنا هدانو ناير يال كولومبوس وهايو وحين نسوني من حفلة العاوة وقرمتك ولا عليه إن لباتدو كقبستي فتهاد وبياد الشبال يجب أو إن بدن أو إن أجمده أي كور قبتو لباتدو كد عضي بلدوين إيو ميلاها يجار كذا باي إيو ميلاها مقالوين ككو عدن وبيغ الشبال وحن دمان أني معاوة إن وسدين اعتاقنو ولا عليه إن لباتيسن إيدي دافافكا إيا دادادكا إيا بيابخو أي كو قبصدين مغالو ينكودي إيا قريوهو إيا كبراكعيين إن شاء الله وحينو كفر فرندونا آيادة قرآن الكريم كأه حفلة العاوة ينسوكو النمي وحنو ييريا وحنو ييريا عبد الشكور وإن شاء الله إنو آخريا آيادة قرآن الكريم كأه إن شاء الله واللايف بينو كجرنا قفلوا بإن شاء الله شرقره وحاعوا اللايف ككوشرة وتلفية ده سوى قدبين يا وحاكم ده سومالي ناشنال تي في أما اسن تي في دلمر تي في سومالي كولومبوس تي في وإنتو بعد لايف بكوشران دمان شرقره يا سوى لالهن
انت الى جم قال ان داونيسا اي يغنا وقيب قادته وحبحنت يتاكلينت ولا لهودا انا ميل لا جوجين عاونا ان ساحدنا لا جوجين كسو دغوب شيخ عبد الشكور فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم. ما شاء الله عبد الشكور آد إياد بظلم هاسنت هاي السيدة آد وفا إذي ستي وقتك إنو أغونا بيه خامسي دقيقة دا حاينو هاي سنو هل من هذا الكل ما تشيرو وحا إنا لتشوغا مدانة حشمد مدان قدرين له أبوكر عثمان وآه سفير كا أوفا ليا يونايت نيشن كا جمهورية دا فترال دا صوماليا فليتنا فترال دا إن شاء الله. وحان هدنا كسو دوينا يا ميكروفونكا قدوميها تالية دا كولومبوس حسن عمر ونوغور بحيا سو دوينا يا قابك حفلة دا الوحا ينعاو سونمي يا أجندها ينوصو كوبا حسن كسو دوين وقتي يا نور بيخان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي با مهدس كاله سوكايا كاني إنو نبض غبنا عافي ما غبنا ونا ونحينا ضد ولالة هنا ودبات سوكارتي وحان سود وين يا عاوة وحفلة دانك سود وين يا مرودة كواد أمد وينها سينب عبدي وقرم النوغو تيميد سيئي نوغو دي ريقاليسو إنان كاقايب غادان نو قرمتكا دادكا سوماليات دباتادو كوهايساتو سوماليا و بيها كوفاتيهن وحانو ناهي أنك داد والعرابة إنو ناهي وحانو ناهي داد مسلمين واجبات بانا إنا سهران ميد دين هاي إنا سهران ميد دالشابا إنا سهران ميد مسوليات بن آدم نما إنا سهران وحان أمي سنة عاوي إنا يتهي عوض مهم نوعه وحان ربا مركا داد كان كسو غيب غالي وان داد آدو واناكسن أو سوماليا هل كيميد وحان ربا سيقارة إنا نقود دعية دومركا سوماليا وحان إرادة دومركا سوماليا الله بركي ميري توغان با سببتو وحاويان مير كستا ودي سوغو يمادو دومركا سوماليا دو إياغا أيا دادك وحرية iyaga ayaa hooyoyina iyaga arurtii sida iyagii ba dhaqaalihi bixiya iyagii ba waxay yihiin marka caawo markii ay hawshan aan runtii maalintii abaabulaynay marwada madaxweynaha jamhuuriyadda waxay codsatay oo tiri waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inay ka qayb qaataan gurmadka beledweyne waan ognahay دولدة نبض إلى نلول إن يتهي مدة كسوماليد وتعاقن دنا هذا إن كستو شركة أنو سنهاي إن كستو بس شركة أنو هاي شركة أنو ما شر سياسة ذات شر ما هنديمد وهوية شركة أنو إن أنا وامي ولا النماء مركي دبعت هذا سأكد على البلد ويني ومدة سوماليد ميري تشوكتو دة كسوماليد يجيبوه تكنول كوا كنول هرجيسا كوا كنول باري كوا كنول قبلاتا ده كوا كنول وقوي أمريكا يوروب دتك الصوماليات أو نبأو استعجي وحين نتوسع ساعة سودوان شها يوالا التنمى ده أمضى الصوماليات وحين نتوسع ساعة قلب جاي نتشل إحسان يستعجل كان سيا درادد وحن إذا كعد سنة إن ذاتهن دتك عواميش النوجيمت ما دابع تهي مرودة كواد من وين تمرد ماش النوجيمت مع سين عبدي إن أتسجاس إن ويدي ستي أننا عاوي تو وحال إلى هذا وحوق يرتح دقال لغا مهارو وما مهر المدو قوي أتاد حوق يرتح دقال لغا مهارو معنى هذا هو يعني مسؤولية باكو سارن قفكي
الأوي every dollar وهذا كله ينوتشوا علماء ديني بتشوكته وخير الله سيو دقالة بدنا والأوروري وحنا من سنة عاو إنن سمعين history target بانو لنا هاي أنتي إنن ماشة تمنا ومين إن إيمانين أوكرية إن العقل اللي ودي وحوت ما دين إن أتقرب غلطان أنو نحن أن خصوصاً قفان عاو السرير هايسن قفان عنط هايسن قف أن هايسن ميرو تيفو أو كناع عنيسو وأن من سنة قفل بهو يوين بينو نهاي أبو يين أبيال بينو نهاي نقول بنا وحصوصاً يهي وحوريك سو بهي يهي ماشة وحنا من سنة هذا البدن وماشة يا للا ما أركو حدانو نهاي ومدة سوماليد إن المير اللي مير نشوفنا بقول ما تكسك قريب غلطانو إنه عطسك الدولة دي إنه يميد أنه قرب استاغنه إنه قيمة إنه أنسود وإنه أنكفر إحنا عاو إنه نرتوكت أن نسيقو يالاني إنه نوت ما دمرو دي كواد يتمهوري دا صوماليا سينا بعبدي وحي نسينا إسا وطاريخ ويوامركي وقوه الرئيسي ومرو صوماليا مرو دي كواد مدهوينا صوماليا اعتماده جاليت صوماليا اعتماده سبيشال اي كولومبوس وهاي اعتماده مركا عاو دي aa wadwaan kaanu galinayna si kasta oo in arrinka isaga mar madaxweynayaal baan noo iman jiray laakiin caawa madaxweyni baan noo yimid waxan kaloon dhihi lahaa ilaahay aynu barino dalkeenina aanu ilaahay u barino in ilaahay dalkeena nabad ka dhigo dalkeenu way naga badan yahay dadkiisu wax nool fiican buu ku noolaan karaa waxay soomaalidu u baahan tahay hadeer baan ka sheekeynay wax weeye wax guriga igu jira telefishinka baa igu jira telefishinada Soomaaliya waxay u baahan tahay oo kaliya nabad dadka Soomaaliyeed haday nabad helaan waxay awoodi karaan inay nolol sameystaan magaalo walba oo Soomaaliyeed waxa ka socda nadaafad ba ka socota dhisma ka socda nabad ba ka socda roob ba wadanka Soomaaliya dhan ka keela inkastoo meesha fatahaa u timid dhulka barwaaq uu noqday sababtu waxay dhig badan lama daadsho dadku waa walaaloobay waxaan codsanaynaa inuu dadkeena u duceyno inteena Columbus joogtana aanu isjeclaano oo aan wada shaqeyno oo aanu midowno oo walaalaheena aan ka naxno Soomaaliya ha noolaato nabadgelyo Allah ina siiyo Masha Allah aad iyo aad buu mahadsan yahay gudoomiye Xasan Cumar insha Allah waxaan haddana u gudbaynaa xagga dhaqanka iyo odayaasha ismada garaadada salaadinta waxaan u malaynayaa caawa salaadintii waxay naga joogay garaad Cabdullaahi Xasan Maxamed garaad ku soo dhawow insha Allah kelmadda munaasabka aad leedahay ka dhacay بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال سيدي ورن الله شيء غفر لهم قان كوهل كوفر يا ينتو السلام يا نرو مرة بعد كل السلام تسلام كاسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كبعد هذان أنت كجدب واحد سود وين إن أم هل كان يسون وكده ده نوعي تاي مرودي مدحونا جمهورية الصومالية سين عبد المعلم oo martiin oo waa Columbus oo nasiibkeen uu noqday magaaladii koowaad ee timi inay yaacni ka soo bilowday magaaladan nasiibkeedu uu noqday beer soo dhaweynaa ila soo dhaweeyay oo na soo dhaweynaa ma soo dhaweystay inta hadii aan ka gudbo Soomaalida wax kuma madan inba wax ilaali ila waxa dogta hebel oo muu ku sheegaa ujeedada gabadh madax ee noogu timi gabadh ma ahayd ee hooyadii Soomaali weeyaan hooyada Soomaali halka ay noogu timi Seenam Cabdi ujeedada ugu weyn waxa weeyaan in ay si gaar ah mas'uuliyad u saaran tahay iyada lafteeda iyadoo ay wada saaran tahay mas'uuliyadi ayaa mid gaar ah la saaran tahay sida sharcigu yahay waxa weeyaan majid bacad ay daneeyada ku daboosho ilaan hawo fara badan baa iyada bareefado ah in dawladda waxaanu gaari doonaa meel loo dhigo oo iyada lafteeda ay hawleeda si gaar ah ugu sameysto shaqo shacabkeeda la kaashato mid iyadu gaar ah insha Allah waxaanu heli doonaa taasna haddaan taan erka gudbo heer Columbus-ow martidu way isu soo yeetaa gabadha halkan fadhida ee marwadeena ee hooyadeena ee mas'uuliyadda dheeraadka ah inaga naga saarantay iyada saarantahay waa marti inoo timi martiduna way isu faantaa xabaaluna way isu faanaa bismillaahi raxmaani raxiim in la soo dhaweeyo gabadha fariisika ay wadato iyo iyada lafteedaba waynu ku qasbanahay waynuna soo dhaweynaynaa idinkoo aad iyo aad iyo aad ay u mahadsan yihiin gabdhaha Soomaaliyeed oo sida gaaraanta ah si gaar ah aniga lafteeda uga warhayo oo ka mid ah odayaasha magaalada jooga oo wax walba wax yar maana ka warhaya situation aynu ku noolahay
يسيده هو يجي سكار هم بسلا كجاه دين ما عينا سيكر ديو أو واحد ما كده جينا نكال قتاينا شلون شلي لما تيجي الله بقواري نبغى لو بين تعرف قواري الويان وهم يجاك تاجنا مركا سلادين تلي شو ماك تاجنا بيجي عن مش مركا أنا هذا كسيب بدينين فتهادا قولاد الصومالية كهب ستي أكل بدن كوكتها استيت كهذا المكان ليني معي تيان بردوينه أن أيا أول أمد الصومالية يوحي صاحب بدها هذا يوحي كان حيابا أي أتاقنا حتى لو اللو تاقنا دونا يقول وقوة أمد إلهي كان سيب بدن سببتو حويان قد وادع جيران دباتو يفر بدن وأما أوار له أما محايا يتوغى له فتاهدان وكلد وبلد ودول كالعان وانتتي مركا ما ينو أركين تروكا يسير لو سو تشيهدو تدكا آد إياد إياد بينو ماتين وحينا عاوية إيو مدسوهم على يدبا هدان انتاس وحيا الكسي درو ومدسوهم على يد وددو والالا ميلك استراس عصير إلا راسك مهمون ميجي جوغان با وحيو باهين ليدر آد إياد إياد أفي عن وين الصومالين حتى لو أنا هسنا وين إيمان دونام سيدا دي أدوية دوية كل أغنطو إلا إيمان سوحاه إلا إيمان في عن إمك الدولة دين يدل كانوا وين هم رأيو وأدو عيننا سي بدين مايو إنت أصحكي بحيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آد يا آد ون هاد سي هاي قال عبد الله حسن محمد إن شاء الله محنفلة يا سرادين أنت عبد الله بأي موفلا إن شاء الله وحينا لتشوك تعاوه ويدين oo dadmaan hooyada umada Soomaaliyeed ah ee Maxamed Yaquf Walbixil ba ka saaran inuu hooyada soo dhaweeyo qalbi wanaajiyo waxay u timi iyo salaantina iyo salaanta ayna soo saarantay inuu aad soo dhaweeyno waxaan kelmad siinayaa daqiiqada ah professor Jibriil oo ku hadli doona afka aqoonyahaminta ku soo dhaw professor waan ogaahay wada hadal hadal بسم الله السلام عليكم ورحمة الله ولا ليال مدن ليال روين دمانتين مركوها روحانك السلام يا سلام إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نوحان سلام يا بقادين يا مروض الكوات طلقة مروض سين عبد معلن ورنتي كدم خطي لبات طلقة ولا ليهانا وريبل دويني قارهان iy gudahan dadka ku teedsan wabi jubay wabi shabeelle oo fatahaado ay sameeyeen en way kuma hadsantaa inay noo timid inay gurmad noogu timid waxaan ku gubaabinayaa dhamaanteen ree Ohio oo runtii ah dad lagu yaqaano inay isgarab istaagaan mar walba wixii wanaaga inay isgarab istaagaan xaqqa iyo dadaalka iyo midnimada iyo wadajirka umadooda inay runtii gurmadkaas qayb lihaad leh oo muuqata ka qaataan oo dhamaantood ka qaadano ayaan bogaadinaya oo kulgan inagu gubaabinaya waxaan arkaa dad badan oo samafalayaal ah oo ka shaqeeya wanaaga umadan had iyo goor halkaas waxa iga muuqata hooyo xadiyo khayr la siiyo mar dhawaan waxaan uga sheekeynay ambassador Abukar iyo marwadiisan waxaan uga sheekeynay 2010kii ayay hooyo xadiyo iyo gabdho Soomaaliyeed oo kala masi yimaadeen waxay yiraahdeen waxaan u baahanahay inaan airport ka dhisno Soomaaliya meela waa magaalada Cabo waxaan rabnaa engineer iyo lawyer waxaan u tagnay nin engineer oo magaalada degan waxaan u sharaxnay wixii aan u baahnaayeen wuu na fiiriyay wuxuu yiri yaa dhisay airport inaga adinku ah inaga aan meesha marayna oo maxaad ku dhisay waxaagu ku yaala meeshaas maxaa kharashka hadda gacan ku haysaan waxba lacag dawlad iyo hay'ad iyo wax waxa idan seenaya ma jiraan maya maxaa naga iga rabtaan marka naqshad dheer warkan ka rabnaa uu sameeyay lawyer keen hawli warqadii waa sameeyay hooyo xadiyo iyo maamooyinkii gabdhihii ay kaashanaysay waxay ku guuleysteen airport-ka inay dhisaan aniga aan lafteeda waxaan ka degay airport-ka sanadkii 2014kii
حدی مرک حال هایو دادهش ایربورن سکرت. انتا انداد که ریبل دوین اوگر من کلیگن ایان کابیاش از بربری و بیگاز بیه که علی نیان ریسی کرنا حال رسمیانه میش از کجاری کرنا و حلقی لورنچی ری سومالی توسا اسکن تیرسدا هد بکین تاگدارن تاگر ولی ماشاءالله عادی عادون هستی پروفسور جبریل انشالله اقوام تا الله کو زایدیو نشرفتن الله کو زیادی انشالله وحلوية ليا إنكستو وقت وعادي نو هيو أمنتو نعيلي تهي إن شاء الله وحلوية ليا هالقف وكوك هالا أفق أنا حسبت هذا عبد الرساق محق مناطق دوري مناطق دوري إن شاء الله كالي إن شاء الله مناطق دوري إن شاء الله إن شاء الله كسر دوري جميلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نمان وين سلامي. دتكم إيش سوي مرتي شرفتا. وارس مريض مذحينها سينا عبد معلن. أنا ملاينا يا مذحينين وكا ملاينا صور يغو كجرو. أو لغة يغو كجرو مرودينا تهانتا أمريكا وريجيسا إني سومالي عاوزو. إني وريجيسا. مركا كانت ستدا أنا أفكار كوال لايو نيول بو هانكا وسنة أو إنو جيب كيسكا أنت كيليو نيكي مغن يو نيكي مغنين بو إن وهم وصدقو جارية إلهي بدرتيس أو لبها وهانكا وسنة يا مرودة ملكستا أو أمريكا أو غوريس إنو تيمد أو إنو إلهي شرفو نسيبا ويا لنوي مادو وأنا مروة شرف له أو هيوم تيريس وما ماتريس دي صوماليا واي صاصنا مسلمي marka waad aragteen baa umaleynahay wi arur jeenga dul saaran oo saddexa oo la yiri aabood inuu kuwa kala soo qaado ugu tala galay wayna ku dhinteen marka waxaan iga codsanaya qof walba caaw meeshaan joogo maxaa feel gareen lahayd cunug yar oo dhashay oo baby oo sabiya dad jeenga dul saartay oo oga tagtay inaad kuwa kala soo qaato saddexdiba aad weydo walaalyaalo qof walba way ku dhici kartaa nasiibku waa masiibo ilaahay xali ilaahay uu naxariistaa ilaahay mannaxo waa tijaabo anaga nagula tijaabinaya iimaankanaga iyo saanahay baa nagula tijaabinaya tijaabada caawa inaan ku baasno itaanka inuu ilaahay nagu baasiyo gacmo wada jirbay wax ku goosan karaan haddaan is caawino teamwork bay dhahan America teamwork let's go teamwork jeebka gacanta aan gelinno أن مرودة شرفنا إنه إلهي إن شرفه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آدي آدم هذا سنة هاي ناقب جود إن شاء الله وحن كلو آدي آد ركب بدن بنوتش هذا شرف مدن مدن إنه يستيج كسو يستعجان هذا المرتيل جل هذان حبل بدن بنوتش هذا عتكرة أو أبا هن إنه هلك سو يستعجان وحن نوتش هذا لين يرد فر بدن وعندن تنسوق بقابسي وفلنتيرها على بيكولا يرجع كم يديهين يدلن يرضاها إن شاء الله لكن وقت أو هي أودد هدان مجا على كبر فضلا وحن إلى علنا يا تايم كأنه هاي سنة هي باهدا إنه قبنو حلو ملنا يا دمانتين وينو أرجنا دبتا بل حتى سو حن كسر وين يا عثمان آدم يا كوثر موسى أو إن لشر جريا بروجك محمد كل هذا بروجكتر كانوا إنه قطسا دبتوين كي يدساسر كي كده عيب إن dulki dafafku ka dhacan iyo aba iyo biyabuxu insha Allah Usmaan Aadan iyo Kawthar idinku shaqeyn galeenaya fadlan projector ka tusa dadka wixii aad soo qaad insha Allah Assalamu alaykum wa barakatuhu marwada qaranka ambassador Abubakar Balle gudoomiyaha jaaliyadda culimada diinka ka soo qayb galayaasha xafladda qof walba maqaamka uu leeyahay caawa halkan uu ku fadhiyo ayaan ku salaamayaa dhammaantiin waa mahadsantihiin aniga waxaan usoo istaagay war badan uma soo istaagin waxaan rabaa oo keliya inaan daqiiqado kooban aan ka warbixiyo projectorka ama ujeedaan horta projectorkaas ma la arkaya ma loo jeedaa
waxaan rabaa inaan ka warbixiyo warbixin kooban aan ka soo gudbiyo magaalada Beledweyne ee musiibada ay ku dhacday magaaladaas ka hor intayna fatahaada dhicin xaalad gooni ay ku sugnayd markii fatahaada ay dhacdayna xaalad kaleeto oo xaaladii hore ka duwan ayay macnaha gashay sawirkaas aad u jeedaan waa magaalada Beledweyne ee waxaa dhexmaro webiga Shabeelle magaalada webigu wuxuu u dhexmaraa S shape ayuu u dhexmaraa xarafka S oo kaleeto ayuu u dhexmaraa ku dhowaad waxaa ku nool 500,000 populationka degan waa 500,000 ayaa ku dhowaad ku nool magaalada iyadoo iska caadi ah oo la iska shaqaysto oo dadka nolol maalmeedkeeda ay ku jiraan oo macnaha sida caadiga ah magaalooyinka kale Soomaaliya ayuu webigii Shabeelle biyihii keenay markuu webigii biyihii keenay xadkii loogu talagalay oo webigu uu qaadi lahaa way ka bateen biyihii baa soo baxay biyihii markay soo baxeenna waa tan ii sheeg sawiradii aad aragteen social mediaha iyo fiidiyoyadii aan daawanaynay ayaa ii sheeg macnaha ii sheeg magaaladii xaaladaas ay waajahday ku dhowaad waxaa bara kacay 500,000 magaalada deganaa 370,000 ayaa lagu qiyaasaa nambarka dadka waa kana dadka barakacay 370,000 marka fatahaadana waxay dhacday October 28-kii bisha October dhamaadkeedii waa dhowr iyo toban beri ka hor weeye dadka ku dhintay soo far ilaa hadda fatahaadaas ilaa 17 qof ayaa la sheegaa oo ilaa dhowr qof meydadkoodii weli la la'yahay 370,000 ee barakacay 100,000 oo ka mid ah hay-adaha samafalka ah haddii noqon lahaayeen kuwa dowliga ah ee UN-ka iyo kuwa localka ah waxaa lagu qiyaasay inay caruur yihiin 100,000 oo caruur ah waa nambar aad u badan macnaha ii sheeg nambar aad u badan weeye 100,000 oo caruur ah weliba sawirada baraha bulshada laga soo gudbinayay waxaa ka mid ahaa caruur saarsaaran macnaha geedo saaran ama guryo korkooda saaran daawas ii sheeg sawir aad u xanuun badan weeye sawirkaas dadka qaxay you can imagine aniga reer Beledweyne aan ahay hooyaday iyo aabbahay Beledweyne deganaayeen gurigaan deganeen biyaha way soo galeen dadka qaxay ayay ku jireen marka waad suuraysan kartaa qof gurigii uu deganaa ay biyo ugu soo galeen xanuunka ay la egta intay la egtahay waad suuraysan kartaa oo haddana caruur yacnii wax sahlan maahan 100,000 oo caruur ah wax sahlan maahan macnaha dadka barakacay dadka waaweyn xataa waxaa laga yaabaa inay iska celi karaan qabowga inay iska celi karaan inay u dul qaadan karaan dhibka kasoo gaaraya biyahaas kasoo gaaraya inay u dul qaadan karaan ayaa la arkaa sawirada aad arkaysaan kor u soo waxyar ha sawirada waa kaasa magaaladii transportation-ka dadka waxay u isticmaalayeen cagaf-cagaftaas waa nooc ka mid ah dadka macnaha wax walba istaaga magaalada jid lamara ma jiro the whole city waa underwater macnaha biyo ku jirtaa jid lamara ma jirin marka si dadka ay isugu kala gooshaan markaas bini-aadamkii nolol maalmeed ayay u baahan yihiin waxaa la adeegsanayay baaldoosyadaas mise cagaf-cagaf qof walba soomaaliga sida u yaqaano ayaa la adeegsanayay oo halistooda leh biyaha xooliga iyo xawaaraha ay ku socdaan iyo heerka ay ku socdaan marmarka qaar waxaa dhacaysa inay cagafti godoonto taas oo keenayso dhimashada keenayso sidoo kaleeta doomankaas waa noocyo ka mid oo ayagana la adeegsanayay oo dadku ay adeegsanayeen markay rabaan inay magaalada dhinac ka dhinac u gooshaan oo kaleeta ama dadka lagu soo daadgureynayo kaleeta doomankaasi maahan dooman casriyeysan oo loogu talagalay in dadka lagu daabuleeyo usually marka wadamadan aan hadda annaga joogno iyo wadamada dunida hormaray rule iyo regulation ka jiro dadka markii biyo sidaas oo kaleeta aa la marinayo waxay xirtaan fast oo ii sheeg qofka uu macnaha sabeynaya biyaha sabeynaya haddii xataa doonto ay godoonto haddii wax ay ku dhacaan laakiin xataa waxyaabahaas ugu yar oo ma jirin macnaha wax tasiilaada ma jirin wax facilitator ma jirin dadka bini-aadanka ah doomahaas ayaa la adeegsanayay cagaf-cagaftaas ayaa la adeegsanayay marka macnaha waad qiyaasi kartaa transportation meel aysan ka jirin macnaha waxyaabihii ugu sahlanaa ee bini-aadanka asaasiga u ahaa markuu qofka gurigiisii kasoo baxay uusan haysanin jiif meel uu jiifta uusan haysanin waa aad iyo xanuun badan tahay sawirka guud waa sawirkaas waxaadna ka aragteen baraha bulshadaad ka aragteen sawirka lasoo gudbinayay ayaa keentay
إن لدتكو إذا مقدان أو بلشدو إذا مقتو سومالي ملو اللي بيجوكتنا وعشر مانتا إيشك من نما إن الميروغي كرنا عدينيو إن لو سو قرمدي أو لو إستاغي إن مقالة داس دتك دقن لو إستاغي وصور عدينيو إن ما كسي بادني إن شاء الله دولا هنا دوا ليكسي دنبين دونا إن دباتوهين كفتحادها كي يمدي يسامين تا كتب بيها فتحادها إي كانان دنك عافماد أهان قبر إيقو حكت كوثر أيا كهال لدونتا marka en thank you en inaad soo gurmateen inaad ka damqateen en maamada qaranka marwada qaranka way ku mahadsan tahay nacawada ayadana noogu timid magaalada Columbus en waxaan ku soo dhaweynayaa hadda koodra ayaan ku soo dhaweynayaa caafimaadka dibaatooyinka caafimaadka ee biyaha fatahaada inay nooga hadasho assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin نماعنك سوق بقلياشة عاوة حفلتنا شرفت لي إسكو إمادي إني سودة ويان مام سينب وحان كلية هاي أنا غنوك سودة وينا سودة وي مام سينب وحان إسكو أرقني تدكي وحان أها كولومبس كسفرة يسأوصو أركان مدحوينها إيو مام سينب سفي عم بينا نو سودة ويان مركا عاوة أنا غنا إنا سودة وينا شرف بينوتا هاي سيدا ود أقنا هاي بقى ماشى بيه كدعان أما ضاد كدعان دي بتوين بدن بقى كدعلة ومصيبة إلهي كانوا الحمد لله ربت هذا إياه خسارة هذا بقى وحلقة وحكة وناس إلهي إنه جو بدله تنب إلهي إنه جو بدله عاوة ركولم بصرنا أسكوي مع ذي وما شاء الله يعني سلوا ذا دعي سنة يحلق عنا مركب وح وناسن إن حتى وحيالك يركب تابتو دي بتوين كأي كانوا إن ضاد كا وحكم إذا وحلي هذا short term effect إيه long term effect in short term ku xayalaha kamidka waxa kamida in waxay leedahay ay keenta in communicable diseases ba ka dilaa waterborne diseases sida ay kamid yihiin typhoid ka adgaranaysa dhibta badan ee qandada badan sidoo kale cholera ee dhibta badan ka imaada hepatitis ba ka dilaa in for long term diseases waxa kamida factor borne diseases ba jira ayagana ay kamid tahay malaria iyo ay kamid tahay yellow fever ka ba kamida een ifaktiyada kala ay geysato waxa kamida floriska meelaha ay biyo ka daateen waxa kamida een damage ku dhaca maskaxda oo maartay psychological effect dadka ay ku yeelato een long term ahaan trauma oo ku dhacda kamida marka een chronically een sidoo kale waxyaalaha caadi ahaan ay keento waxa kamida inta uu noo sheego walaale oo aad guriyaha iyo wadooyinka iyo waxyaalaha transportation ki meelaha dhan oo maartay iyagana een burburo ka mida marka een caafimaad ahaan hada sidaan ku hayo een news ka maanta mara fiirinayo waxa arkay hospitalka dhan ee Baladweyne ku yaala asaga dhan biya la tigay meesha ugu horeysa oo dadka ay ka helayaan hada een caafimaadka ugu horeeyay waa meel u jiray 10 km oo aad u fog waayaan marka een waxa dareemaysa waxa soo dhan inay maar dadka maanta ku sugan yihiin marka caawimaad bay caawin nooga fadhiyaan een dabcan shumbiyoodka ugu dhibka badan hada waxa akhrinayay UN ta UNICEF commander scanning the whole process wa UNCR wuxuu dhahay 200 ilmood ayaa ka guureen ay sababta ayadu ay tahay in maaratay biya baxa biyahaas imaanay tirada badan ay dadkii guurayaan waxa dhacay 200 ilmood inay magaalada dhexda ku kala guureen marka waxay dhahayeen waxa khatar nagu ah cudurada waterborne disease ka loo yaqaan kuwaas oo u baahan maaratay caawimaad degdeg ah marka wixii insha Allah caawu awan waxyaalahaas degdeg ah looga hortagi karo ina maaratay halkan aan ku sii gudbino mahadsantiin idinkuma dheereynaya hadalka salaam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh aan insha Allah aad iyo aad bay mahadsantahay Kawthar waxaan u maleynayaa dow xibintii haweenkan ayada idinku hadashay laakiin insha Allah 4.5 weyn dhameystirna haddana waxaan u yeelayaa Sahara Baramburto insha Allah si ay codkii gabdhaha uga maqlo insha Allah saano ku soo dhawow mikrofoonka بسم الله الرحمن الرحيم واس بقلنا ماينو وريا سومالي داوا ها هولا دو هوريا وداني داهرتي يو حقي دولة لغا هلا لو عيا هدي ذيب تيرا ها يو دوركا هانيس كالي ويان دابر چابين انشاعا ها بكينا ديه منكا Libata hata halahi hiran halo daksado Aruriya waaye helbana hanka lata hagan yaay Wabiga burqana hayaba ha beidka uu dahgaray
Biya maha haista hano waayi hil maanta loo birmaado Bulshada soo mahani waayi hinay bara harugaan Orir balad weheyna barba harkooda juhuksana Kuwi nagay bahana rabbi hiyo channada kubir Amin Marwada noho timido maha muska lagu yaqaan Misana madax weheyna haaynay matali karta Umida soo mahaliye hedbay katahay masool Sayna bay balad weheyna waayihin maanta loo birmaado Oyaan la maqnaanin midigtooda taaganay Qarabahanahayo qalbigaanka wada jirnaa Qolan ninkii keena waayihin layska qaban karaa Qabiilha laga guura waayihin aan iska habilnaa Xilkaha laga qaada ruuxan sidaa sahayn On Soomaali hayn Soomaali waa rafaahada ragga habeen u baahan tahay Soomaali waa rafaahada ragga habeen u baahan tahay Raiska farmaha jarayigii sufiican yahay Oo raskan booni oo kuwaa ras casaahayr ku jira Midkii isku raahatay rabbigay hanooga dhigo Adduunyada raaxa xajoogo rafaahada arag Jannada roobdahana rabbigayow rugtaha ka yeel Shicibkii waa hanoogay nabahad buu u baahan yahay Nimca ilaaha keenay nabahad buu u baahan yahay Mas'uulaha nuhoogii naxariis labuu rabaa Farmaajaha ka nuhoogii waligaana nabad ku waar Abaaraha daahay daaha cunka faraha badan Agoontahan daara falbabaha aan daryeelka hedin Badaha lagu daahashayo maydku diba dayaal Dariiqyada kuwa dayacahanoon daryeelka hedin Dib u heshiin iyo haddii dowladnima la helo Dunida afarteeda daaha fud ku kala degin Carruurta dulluhooday xabsiyaasha lagu dul xiray Waxaa ka dambeeyay nimahan aan damiir lahayn Daliil maala dowladeene ha laga dursugo Dhibaatada gaartay shacabkeena dhimanka oo dhaawiciyihii lay dibahaday u dhoofiyeen Dhaqaalihii naga lumanaha waa la soo dhacshaa Dhulkeenaya shacabka dahar bay u wada marin Daliil maalihiidee farmaaha joo dhulka hada joo Habeen wanaagsan aad u mahadsantiin Maasha Allah, maasha Allah. Waxaan hayaa sahlada intii daqiiqadan ku badiyay marka insha Allah. Daqiiqadan ku badiyay marka taasa intaad aad leedahay insha Allah siyo. Aaway rasta, aaway rasta, rasta aaway rasta. Rasta aaway. Rasta Facebook ugu qaban, rasta Facebook ugu qaban, Facebook ugu qaban rasta. Insha Allah rasta. Aad baan maasuuntaa insha Allah. Rasta Facebook is hala daawado insha Allah. Dad badan baa ku xiran insha Allah lagu qabto Facebook ga. aad iyo aad u mahadsantiin dhammaan waxaan filayaa waxaanu soo gaarnay gabagabadii iyo gunaanadkii xafladan caawa Cabdisamiic baa gabay hayaa laakiin insha Allah gabaygiisa hadhuban ka dhigaynaa insha Allah wuu noogu soo xirayaa hadda waxaanu galeynaa hawshu sida ay u kala muhiimsan tahay waxaan filayaa dhammaanteen waxaanu u nimi guryaynu ka nimi dhammaanteen waxa laga yaabaa dhammaanteen inaynu binteena badan awlaad leedahay
kuwaan weli guursama gabdhahayna waa jiraan iyo wiilal yarada marka wiilasha yaradka iyo gabdhaha aan weli guursan waxaan maleynayaa in caawa jaan isugu banaan yahay waa habeenkii mawliidka ee waa 12kii Rabiicul Awwal insha Allah waa xaflad barakeysan aynu isugu nimi wanaag salluu calaa nabiyikum almustafa sallallahu alayhi wasallam insha Allah waxaynu sugnaada waad garan kartaan hooyo shan caruur leh oo caruurtii daad kala tigay waad imaajin garan kartaan maskaxdan waad ku qaban kartaan hooyo sagaal caruur leh oo gurigii ay ku haysay uu ka burburay biyo dad qaateen waad maskaxdan ku qaban kartaan waxa soo kiciyay hooyo Saynab caawa oo gurigeedii ka keenay waa inay ina booriso ina dhiiri geliso iyo ambassador Abukar waa inay ina dhiiri geliyaan inala qayb qaataan inala maxaan ku raahdaa ina moral geliyaan walaalaheen dhibta haysta inaan la qaybsano waxaan ku soo dhaweynaa Sheikh Xurseed Nuux oo insha Allah caawa fundraising ka noo qabta waxaan u sheedaa Sheikh Qaaliga ah isagoo halka igala muuqanayay qoslaya maasha Allah Sheikh Axmed baa jooga Sheikh Maxamed baa jooga aad iyo aad baad u mahadsantihiin culimadiina Sheikh Cali baan u jeedaa ha ilaawina taajirkeen insha Allah Cumar Sidow halkan isku qarinaya insha Allah gacan hal la siiyo insha Allah Cumar Sidow maasha Allah ilaahay ha barakeeyo Cumar Sidow aad iyo aad waa ganacsadayaasha waaweyn insha Allah aad iyo aad baan idin salaamayaa ku soo dhowow Sheikh Xurseed insha Allah aad baan mahadsantahay بسم الله والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد الله عز وجل وحان مهدنق بلارن وكل يلاب هرتو أسو جيدينينا ما مذي مجتمع صوماليات ما مسينا عبد المعلم إلهي سبحانه وتعالى وحان أوي ديننا وقت قيلة في ميزان حسناته أنه قدره سيدو كلا دنجيري أبوكر عثمان أو أقفك أنيقا كولومبوس إكينا يقويسكي سارونتي يدامان قدومي حسن يو علماء ميشا فريد الشريف علي والشيخ إيجا أو كحشوني أفكا إنان كالفوريسو تاغن يرونتي دامان مجتمع ميشا جوغا وحاقا ديسو جيتي رونتي دي جيغ هرت هستو كفري ألا أوي نينكي آمينا أودلي ومدولي بآيه إذا إني قرأتو إيضالي ما مسينا بحالينا هاو شيخ مدح وينها علماء هيسا أخر كان ويا قلنا كولومبوس دكتور إن شاء الله تعالى ان الحمد لله ان سنغيسن ان شاء الله حلقي لعقتها لغاري الباب كنا نوحر بارك الله فيكم سكورتك الباب كحد سان لو كلام بحسن وقت يربا هيسنا وحان ربا ان ان الهدو مره هدانو قالنا الهي و هو يري يا رسولك صلى الله عليه وسلم و هو يري وحان كو احترانا و ان دغيسن وي اخواني وحان ربا مدن يا مروين دمان عاوي ان ان اوغان قف والبو ميشا جوغا ادو اسكمادن ايمان ee ilaahi ba subhanahu wa ta'ala ku doortay qadaray meeshan ina timaado una timaado jeebkaaga inaad gacanta galiso wax adduunyo aakhira ku anfacayna aad samayso taa horta aan ogaano qof iska yimid ma jiro meeshan ilaahi ba ku keenay magacyada ilaahi waxa kamida al-hakim the all wise one wa alle shay walba meeshiisa dhiga weeyaan haddaan caawa meesha timid ilaahi ba ku keenay fursad buna ku keenay ha antum haulaa'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah wa halaydugu yeeray ilaahi dartii inaad wax ula baxdan waxaan rabaa taa inaan ogaano marka waa layna doortay ilaahi ba azza wa jalla inaad doortay waxa layno doortay caawa to leave a legacy inaanu taariikh meesha ka sameyno hooyadeen maamadi mujtamaa Soomaaliyeedna ayna niyad jabin annaga ugu horeeyna qof ay u timaado sharaf ino waxaan rabaa inta ka dib inaan dhaho caawa an isweydiin qofka la yiraahdo adiga iyo caruurtaada hooyayaaba midka dooni noqo jannadaad aadaysaan imisa inaga mida rabta aniga u horeeya kow bal qof walba gacanta taag caawa billaahi calaykum hadii la yiraahdo caawa adiga iyo caruurtaaduba jannadaad aadaysaan ma qof ka labayn lahaa baa jira sidaa darteed waxaan idii hayaa codsi idiiga yimid ma aha annaga culimada ma aha maama Saynab iyo dadka xaggan jooga laakiin rabbul caalamiin ilaahay codsigaa markaan dhageysano ilaahay wuxuu leeyahay man dha alladhi yuqridu allaha qardan xasana who will give a loan to allah subxaanahu watacaala yaa dayn siinaya ilaahay subxaanahu watacaala aayaddaan fahanno yaa dayn siinaya ilaahay subxaanahu watacaala dayn marka la yiraa waa shay kuu soo noqonaysa abuukar baalle waan huba haddaan dayn u doonto wuu isiini inaan u soo celinayo ogyahay qof walba meesha jooga haddaan dayn weydiisano wuu na siini inaan u soo celino ogyahay laakiin ka waran haddii
ملك الملوك حولها هاي ستو الله كسيي ويرى من الذي يقرض الله قرضا حسنا يا دين سينا يا عاوة آيات ما كي سودكتي وحل إلى هذا صحابي الصحابة كم يدول إلى أبي الدحداح يا وحو يري رسولك إلهي آيات الربا إنه فهمه إلهي نوال يري دين وال شو إلهي بعد دين كارو مركز يري إن الله يستقرضنا وهو غني عن القرض ما إلهي بقى نيجا الدين ويديس المسكين كان أجونكا دب عشر باب فديو يري هذا مسكين كي أجونكا ويه هو حال يري وحويان ما إلهي بقى نيجا الدين ويديس نيه شواب رسولك صلى الله عليه وسلم عند جيسنه صحابي قام يدحدح وحو يري ما إلهي بقى أني الدين ويديسانية مركز رسولك صلى الله عليه وسلم وحو كيري نعم يريد أن يدخلكم الجنة بها وكما قال صلى الله عليه وسلم ها إلهي بقى الدين ويديسانية ما أها إنه إلهي لعقت هذا الربو لكن يريد أن يدخلكم الجنة بها وكما قال صلى الله عليه وسلم إلهي فرصة بكسينية أدو حقه شنذيسة إلهي فرصة بكسينية أدو حقه شنذيسة وفرصة ويان مرك مركاسا وحل إلى ذا السحابي وحكيري سؤال بان قضى يا رسول الله فإني إن أقرضت ربي قرضا يطمن لي وبسبيتي أدحداح معي الجنة هدان دين إلهي سيو ما إذا ما نقاذي رسولك إلهي باتهاي إن أنيغا إيا عروه تيذو أن جنذ آذين أنيغا إيا إهل كيف جنذ إن أن آذينو ما إيبا لنقاذي رسولك وحكيري ها gacanta idib u yiri ya rasuulullah bar waxa suuraysata visualize this scene rasuulki ilaahi sallallahu alayhi wa sallam iyo sahabiga dadhdaa gacanta qaadi markaas wuxuu ku yiri fa inna li hadiqatayn laba beerood baan leeyahay wallahi la amliku ghayrahuma wax kale inta san xoolo kale yahay xiliyo xoolo waxaan ka leeyahay laba beerood labada beerood dhidhaahuma bisafila wal ukhra bil aaliya beertaas midna waxay igu taal meel la yiraa safila midna meel la yiraa aaliya labadaba hadaan jannada aniga ubadkaygu aadayna jacaltuhuma qardan lillah ilaahi bansiyay taasu rasuulkiina baraya marka waa fursad caawaan u joogno you have been chosen by allah ilaahi baan doortay xaqan inaan nimaadno miyaynu dayacayna fursada marka waxaanu rabnaa inaanu ka wada faa'iideysano midna waan ku soo gunaanadi والله ثم والله أنا شخصيا يقف البوان وجهي كن دولار عاوة وحن أقبله بدنا هاي أنا أوبت كي يقولش نذا إنا نأدن شن بقولت بحس عاوة وحد أقبله بدن تاعي أذي عروت هذا شن نذا إنا نأدن ما عم سما تاسن ربنا عاوة وحد بنان كتاعن وأوبت كيني وأهل كي صوماليا وحد كسوة فتهاي ووبي وحد كفكر تعفر بقوله كن وقف بنان كتشوكتا عروت ما أنت جاجدو أي كبر قاضي سو بنان كا عثمان هذا مدون تسي ka fikir iyagana ilaahay wuxuu ku imtixaamaya masiibada annagana waxaan lagu imtixaamaya nicmadan adduunkuna waa imtixaan noloshuna waa imtixaan sidaa darteed culimmadii iga aqoonta badnaydna way dambaysaa waxaan rabnaa marka waxba isuma sheegayno waynu ognahay fursadda annaga iyo ubadkeennu jannada aan ku aadayno inaanan dayicin meeshaasaan ka bilaabayna insha allahu tacaala waan salaamay marwada iyo ambassadorka kulli إن شاء الله تعالى وحرب إن هذه شيء جه الآيات كثير من إن شاء الله تعالى وحرب قصير إن هذه كأي شيء كإله سبحانه وتعالى وحويره وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت إله سبحانه وتعالى وحول لي أنفقوا بحية مما رزقنا وحن وخورها إله إلهها كسي وحن إذين كو أرزاقني وحك بحية أنتو سنموت كذي إيمان كل جينا وحن أبنا أو أبنا أو أبنا هاي ina qabr lagu gelinay hal mid ah xoolahan adduunka yaala dhan waa ka tagaysa account-ka duu kugu jiro waa ka tagaysa maanta markii inta aad joogtid ina ka sadaqaysid ayaa kaaga fiican birri inaad ka tagtid oo wixii lagu sameeyay aadan ogeyn ilaahay subhanahu wa ta'ala marku wanfiqu ma razaqnaakum min qabl an yati ahadakum almaut qofka muxuu dhahaa marka wuxuu la fayaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qareeb إله هذا وحيه قدر يدي لها محاسمة لها فأصدق وحكوا بعضك بالله محاول فأصدق وأصدق أي سنة مرك صدق هذا وآد يآد ولو عاف ماذا عرض إله الدم سا دم بيقال ورد عفا وحيا رب ضن الله صدق أي سنة إيسا مرك قف حاله بس صدق هذا إنه بحصد أسيقه في عنده وحاربا إن إيدين شيء صومالي ذا و dadka ka ugu fiican dhinaca lacagta lacagta bixiyo dad badan waan soo arkay kilibir oon duubay maalintii baladweyne dhibka gaaray oon facebook iyo angeli wallaahi dadkii ila soo xiriiray can you believe wallaahi maamo soomaaliya joogta ila soo xiriirtay
والله هذا كذا نكون قرينا وحيتر هاي العك تان اتين جيا العجان هذا دتك سومالي هنا نمبر كم مركان في سوماليا 25211 مركو حانا سومالي سوما جوت هوا جو جاي تلاك ميلان جي كليب كان دقيستي علاش أي هرتي تري ما مال كلمة دي من وحيتر علاش أي هرتو حرا العك تس ميلان جي كده علما ماشي جوك تا نمبر كيس سي ان واحد دتك سومالي جو انكم كود سويا اول مت كلا يقدرن والله سعودي جوجت وحيت الشيخ خادمة أهيت البويس يا نين عربة مش قي مرن يوقع لي مرن يديله لعكت عن كسر قاعد وحيت له والله نفتي ذواك حيل لكن مرك أركي وحرا ما أنت إنا بحيل لا تكاس عنا هي مرك لا تفي في عنا الحمد لله لنا عيون نيلي فان لحنا لكن بوس تفكينا في عن سو ما لها تانا مرك وحرا إن شاء الله تعالى رجي ولا ليه طبعاً كون كونكي إيش أنت بقول سدح تحب بقول على قاتين ضدك بدن ووجي إذا أنت ماشي إذا واحد ضدك ولا لها صوماليات دافعها الدنيا الجوعة أي ترى كران وأمرجس رليف هذا واحد عام ما قال هذا إن بوينا وحصلنا ونقضي المحوها فتح هذاس مر والبر الله بده يكره ولا لا بيد احتياجا أم بيد احجيفة أنا وحقوق منه een laakiin waxa la sameyn kara oo dawladda farintan dawladda inaad gaarsiin insha Allah ta'ala oo adigii aad maanta matalay een biyahan soo galiyo magaalada wala manage garan kara hanno qoto first task ama farinta aad ka qaadatay qurbaha hadii aan nahay reer Columbus Ohio ama North America farintan ayaan dusha ka saareynaa magaaladaas in biyaha laga wareejiyo kunka dhiman gadar relief ku daaqay sheekh mas gadar relief kun daaqay ana sheekh muraad wuxuu sheegay kunkan xaray gadar relief ayaa ku daaqday buu yiri ilaaha barakee ilaaha barakee ma sha Allah gadar relief ana marka fariinta laga qaad magaalada biyaha laga wareejiyo kaabayaasha ee nacnaha maarta wuxuu ahaa qayb weyn laga qaato hadii loo baahdo inaan fariisi kale u sameeyno muhiimadaas ayadana diyaar baruna لكن أنت أن تسكي إن شاء الله تعالى فرينت على قاد بيها صدم بين صون غداني أنا لما جزاك الله خير الله ببركة صدو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله وحن آد يا آد وغفر أحسن هاي سيد قروح للبدن هوش يا إن أنمي أيون وقب سونتي وحن آد يا آد وغفر أحسن هاي sida aynu u yarnahay iyo sida aynu u taya fiicanahay waa dhaqanka Soomaalida lagu yaqaanay ma sha Allah gabdhaha oo saaxiibkiisa gabdhaha saaxiibkii ah ma sha Allah ma sha Allah een gabdhaha saaxiibku u banaaya insha Allah marka arintaas aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya waxaan markii hore iyo mar labaad iyo mar saddexaad ba aan soo dhaweynayna marwada qaranka ومدة الصوماليات سيد عبد المعلن هي أمبازادور كا أبو كرداير عثمان هي مرودي سا سودة وادة سودة وادة سودة وادة كل ما سكوت سودة وادة مرة بعد مسد حال مرة بدن ضد بدن وحلي با قفي أما أن ماشان جرين محاكول هذا يقول سلك محاكول هذا يين أمبازادور كا هي مرودي سا شرفت له دمانت يا والدين شرف بضانتين والدين سود وين نمر لغاية مرسى دحاد هدي خاكي قفري نقرها لها هذا إن شاء الله إن أرنتو حينو مليسا قبا قبا بروشك تيقا واد أركيسان رير كولومبوس وحي دياريين أما أي أروريين بقول إيا لباتن كون و أي كوتشرتو صدون كي أي نعاو حدني صدني 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 ما شاء الله وحان فيلا يا قرآن شاء رورتي ملع واجدا قرآن شاء رورتي ملع واجدا ودا يسوي ماتن كينا يسكاشي كينو هدينو كنت وحان وحر على وحبرا وحان وحر والإنترتينمنتي روايته خطبتي محمد أمباسادوركا خطبتي مروضة قرنكا إن شاء الله يان لوكالة تجن يان لوكالة تجن وقته ولي وقت في عمبلنا هاي سنة تايم بدن بنو شحابني وحن كسو لوين يا هذا أمباسادوركا إن شاء الله
أبو كداهر عثمان كسر دو أبو كداهر عثمان إن شاء الله. الوقت ما يبتعد. تعالى هكذا تجينا تعالى شريف كأهل البيت كبير هذا الشوقة أهل البيت كبير هذا الشوقة تعالى يا أنا قلت تجين يا أنا قلت تجين تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد وحن روا أن هرت مركو هراء إن أنا كأفيفتو أنا قوم مرتي كم أهين ماشة، لكن وحنا هاي إن حريف أو رجورة ما دام هذا فرس ليدي قوم كل الدار تعاود مركا وأكو قسمت هنا إذا جيستي إن فنتي شرف وين إيتا عاوة إن أنت أنا ولا له هي أورير كولومبوس أن ماشة كل كلمه وحكى له شرف ويني مروة زينب محمد زينب عبدي معلن ورنتي أن مدرر أغانو وهذا مركل لي سفير كأي مروة دي ستسعوده مروة وحا عزونتي مروة كالي وحي أخاين كلاس ميتس زينب وحاد مروة زينب ما مدى بضنا أسنا قانا سيدة وحالي هذا قالوا ذو واحد لهان every great man there is a woman behind مركا مدحوينها إن رنتي وقف مرور بأتاعن إن دتك مساكين تا إن لا تأكله أنا وحن مرقاتي كأهاي إن أباري هرا أودع عيوك له إن قيبوين كقادة تسي دتك أس أبارها الله تعالى haddana ina ka warhaysan in kala ma aqaan waxaan rajaynayaa in marka la timaado si fundraising loogu sameeyo waxa ku jirta mashruuc loo sameeynaayo MCHU magaalooyinka Soomaaliya dhan geeska gees marka marwada sharaf weyn ino tahay in caawa Columbus timaado ina tahay meesh ugu horeysay oo fundraising oo masiibada magaalada Balweyne ka dhacday ee u timaado waxa ino tahay sharaf weyn sida la wada socotaan waxaan ku raacsanahay in culimadii meesha ka hadashay iyo akhyaarti kale gaar ahaan waxa i taabatay arintii uu sheekh maxamed doktor maxamed xasan sheekh xeyga oo ka hadlay oo ahayd fatahadahan soo noqnoqday aniga waxaan ku dhashay oo ku soo koray magaalo oo maro wabiga shabeel loo yiraahdo johar in hintooyda baa loo dhinkii yaqaano joharna waxa la dhihi jiray dadka reer joharka ah haddii waxaan u jeedaa yuusuf saalax iyo iyo sheekh Cali iyo reer Johar rasmiga hadda weydiisatay ka timid Johar hata ma dhahan waxna reer Bunda Johar waxa loo aqoon jiray Bunda Baraawe marka waxaan ka wadaa fatahada wabi waa fahmi karnaa dhibaatada uu leeyahay waxaan xusuusanaa inteena reer Johar hadda waxaan ka xusuusanaa Johar waxa loo sameeyay markii fatahadaha ku bateen waxii dawladdi dhexe u sameysay waagii hore meel wabiga laga leexiyo oo reservoir biyaha lagu celiyo si biyaha markay bataan ayna wabiga ugu soo magaalada ugu soo butaacin in ay banaanka meesha lagu hayo hadhowna la markii wabiga guro la soo daayo si beeraha looga faa'iideysto waxa kale oo ogahay in aniga madama aan ka shaqeyn jiray qorsheynta qaranka on travel adduun Soomaaliya meel aan tagin waa yartahay tuulo aan tagin balweyna sidoo kale waxay lahayd afar meel oo wabiga markuu wabiga Shabeelle waa ka gedisan yahay wabiga Jubba inta taqaano Jubba ma guro laakiin Shabeelle marna waa guraa marna biyaha markii biyaha yimaadaan waxa dhici karta markuu roobka aad u bato oo buuraha ka soo meesha ku imaanayo in biyo xoog leh soo galaan markii intayna biyaha imaanin ka hor waxaan xusuustaa waxa la sameeyay jiray magaalooyinka waxa laga bixin jiray qashinka dhan waxa laga saari jiray geedihii iyo dhiiqadii iyo wixii ku jiray wabiga dhoobad waa laga saari jiray si oo wabiga meesha magaalada ku aadan oo biyo badan u qaadi karo soo soo fatiin laakiin waxa dhacday hadda institutionskii dawliga ahaa oo iska daciif noqday wabiyadii waa la dayacay balweyna waxay lahaan jirtay afar meel oo saas oo kale ah oo biyaha inkastoo marka ayagani hadda ma shaqeeyaan saan dareemayo marka haddaad fiirisid labadii sanaba saddexdii sano mar ama labadii sano mar balweyna fatahada ku soo dhacdo sideedana cidii tagtay balweyna aragtay balweyna meesha la degay in la degamaba ahayn
marka meesha horaba marka horaba urban planning fiican loo sameeyo ma u maleeynaa barkas magaalada wuxuu u maraa sidii as amal oo wabiga u maraa wa meeshii low land ka ahayd ee dadka beeraha in laga dhigto la rabay ah waxa laga dhigay deegaan dadka waxay ahayd in buuraha deegaan laakiin ala kulli xaal hadda magaaladii waxay u baahan tahay kaalmadaas aadi aadan u mahadsantahay marwada inay priority ka dhigatay waxaan u socotaa magaalooyin kale hadan reer Columbus nahayn waxa sharaf weyn noo ah inay noqoto meesha ugu horeysay ay timaado arimaan ay ka fuliso magaaladan Columbus marwo Zainab waa magaalo lagu yaqaano taakuleynta mashaariicda oo khayriga ah oo dadku ay ka wada faa'iideysanayaan waxaan xustaa 2003 mar group aniga aan ka tirsanaa oo loo sameeynaayay Iran University magaalada ugu horeysa fundraising laga sameeyay waxay ahayd Columbus Ohio waxayna ahayd lacagta ugu badneyd oo laga qabto meel dibadda ah outside Somalia oo jaamacadda lagu dhiso waxa laga aruriyay inta waxa kaloo ka qayb qaatay marar badan marwa hadiyo waa la sheegay maama hadiyo airportka ay ka dhistay airportka kaliya ma aha meeshaan waxa kaloo ka qayb galay aniga fundraising loo sameeynaayay isbitaal laga dhisay asagana garbaharay waxaa laga sameeyay jaamacado laga dhisay galgaduud meelo badan laga sameeyay marka magaaladan dadka Soomaalida degan waa dad Soomaalinimo ku jirto rabo wanaag wax alaale wixii wanaag loo yimaado marka waxa naga gaarsiinaysa marka ku noqotid magaaladii Muqdisho prime ministerka iyo madaxweynaha iyo cabinetka dhan waxa ka gaarsiinaysa Columbus inay tahay meel dawladda laga jecel yahay dawladnimada laga jecel yahay yar noo ah wax alaale wixii mashaariic oo khayr ah inay ka qayb qaataan ma waan mahadsantiin dhamaantiin ta kale waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo mikrofoonka Marwo Zainab Cabdi Macallin oo sidaan idin sheegay ah runtii qof u soo taagan mar walba marka ila soo dhaweeya بسم الله اوكي بسم الله الرحمن الرحيم مركو ورئيس انت انا هذا الكي وقلين وحان لي رير كولومبس جساك الله وما سنتين سيدا شرفت لو ايش شرفتين وهذا العقد وارو رسال مدى دا يارو دق دق اهد وان كفي لهاي وان استيديا دا لغو تشتو هدانا هاي رير امريكا مركا اهد ام بحسنتين ولهددنا جساك الله اللي قير الله كسي xubnaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee Columbus Ohio qaybaha kala duwan ee bulshada sida culimada ganacsatada dhalinyarada haweenka sharafta leh ee bulshada iyo baahda saxaafada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat salaan kadib farxad bay ii tahay inaan idin soo booqdo magaalada Columbus si aan kala qayb qaato munaasabadan aan ugu gurmareyno walaalaheena Soomaaliyeed ee ay saameeyeen fatahaadaha ka dhacay degmooyinka Beledweyne, Bardaale iyo Bardheere iyo meelo kale oo ay dhibaatadu ka dhacday. Runtii markii uu dhib ka dhacay waxaan la soo xiriiray dhalinyaro badan ee gobolka oo ay hormuud ku yihiin gabdhaha Soomaaliyeed ee hortayda fadhiya iyo ganacsatada magaalada si aan uga horan gurmadka shacabka Soomaaliyeed ee geeska gees dunida laga wado. Sorry. Maanta oo kale waxa nolaga baahan yahay midnimo, istaageerid, samafal iyo kuweena wax haysta gacan ka geystaan gurmadkaas. Dadka Soomaaliyeed weligood waxay caan ku ahaayeen istaakuleynta maanta ramaba ka sii jirto 700,000 oo qoys wax ka badan ayaa magaalooyinka ka barakacay. Allaah subxaana wa tacaala wuxuu xadiisul qudsi ku yiri dhulka isugu naxariista si aan samada idkaaga naxariisto. Munaasabadan
وامد لغو تجابين ايا داد كينا مانتا آن هيسن وحي عنان يميل اي سحدان والاليال ايباها نغا استرو حلكاس نسوغا ايا اي واجبات كيسا نغا سارن انان اقرمانو هو يوين اي عرورتا دبت كيالا رنتي واقع جوامني استراد الهن وانو استري مركاد اروروسيان بغولي لاباتنكن جساك الله برلبات أني كمر وحان وحان هل كانت كوغي إمد وحان سفر دير وصوغلي إنا نورمو إدكوغو نغضو هوشان وحان تغي ياكوب الله كالي سيدا إيه درد أسيان ودر در قليو هوشان عاو هل كان كبلاوني إن شاء الله ويوهي كسو ماليين تي هل كان جوغو وحان دي سارن واجب قولي سببتو dibaatooyin Soomaaliya ka jira cid ugu badan ee ku dhacayso waa hooyo Soomaaliyeed iyo caruur Soomaaliyeed oo ah kuwa ugu nugul dalka aan gacmaha isqabanno oo aan sidii lagu yaqaanay hoos dadaal gelino Alla waxaan ugu barayaa in shacabka Soomaaliyeed ee dadku barakiciyeen in Ilaahay subhanahu wa ta'ala culays ka dulqaado waxaan idinkaaga codsanayaa إن دقالها الأرورنا لوح سارو قدي سفوفا ومامله وقارسية تدك أبو باهيد بغل إنتا سوحا إيرا عدو وحاربا أفر دردارا إلى العاو إتكاك تكرار كولومبس مد أبوه ريسو وحالا دردار بيا علماء الدينك علماء الدينك قير الله سيو لكن وحان كربا وحان كولا دردار بيا إني نقطو وعيو قرنتو ده أين نقول مركز دبعت دعوة وعيو قرنتو وين جوكت آتاه سوماري سادو جدا وادن قلب في عن وادن حريص بدن لكن وين الكبس كسب دعتك ونحريص الواء بورا سوماري جعل الواء بورا من نمد الواء بورا مركز وعيو قرنتا وين جوكت آتاه سيد قلبي هذا الله جلعيه وامد تسوى علم هذا وعاد تعرف هيوينك هيوينك سوماليا وامد دالياش سوماليا كدمويس سيدا ضغطي وحالي هذا سوماليا عال دير كل عدد وارون صدق لسودا في عال دير كل عدد لكن عالك حرقي سوحا هيوينك هادين هيجري الهين عالك وغوصل هاي والغوصل هاي لكن هوي سوماليا مد جوده جوكتنا كنت جوده جوكتو أما جبرت سكوكو يصير لايسو أما بده ضيع عنه أول تيس أي 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 قوسا كودي بده جوكنا كودي الواد تبع عرنا كودي جوده جوكنا وحي أودار بيل كود كجويان أودران بركو حاليا قبلها لا بركيو إلى أولاده هاجو حفظه جساك الله إلى أجري حسن هذا كسي تصدحات وحال هلا دليرنا سوبالي ساكتين بقولك بتدبرتنا ودليرو دليروي هو يوينك ودالين انت عسي شقينا هين عيلك دير حرقي سيها يصدن سنو ودالين دير تاير ناو almost لكن وحال الربا انا كلو ركتين حلك اذينك اوليبا لا تليالك ديغاناي هو يوينك Soomaali waxa xornimada dhaliyay dhalinyaro adinko kale ah waagaas aqoon badan lama lahayn technology lama lahayn ayagoo dhowray ku dhaliyay xornimada adinko maanta adduunka dacalis daafsiisan oo meel walba joogo oo horumarkii la gaaray maanta waxa yarka oo social media ay ku gudbiso laga maqlaayo meesha ugu dambeysa Afrika in secondaries waxaan idinku codsanayaa inaad xirka la wareegtiin meel walba aad tagtiin wacyi gelin gobollada Soomaaliya kuwa dibadda kuwa gudaha dhalinyaroy dawladda hadda jirta waa adeen diyaar dawlad dhalinyara la yiraahdaa dhalinyarada loo shaqeeyaa hadda jidka loo furo ee xilkaas loo wareegaan rag intka aqoon yaraan loo wareegay xilkaas aan soo dhaliyay marka dhalinyaro waxaa leeyahay hooyooyinka culayska ku batay waa daaleen ha laga la wareego qeyr alaayda siiyo tanafarad waa ganacsatada marka hore waxaa la xooliin Allaah idin barkeeyo marka labaad ganacsatada waxaa looga baahan yahay inay hormuud
ونقدان وحل يرا صندوق دقاله ما اها مرك نبدعه ان انت العرعر العقل الراش والاقي قفل بمركو مشارقاته صدح بقول له وحو كشوا سيفن قالوا وحي دهان اي نيد ريني داي وان صندوق دقاله سميسته اكسامبل يرا دي شيغا غبر هلكان كميدا جوكتور هرب فلهين بفل مركان اني اودق سو دغني madaxweynaha raali ahaada magaalada dadku ugu soo horeeyaan ahayn oo Buffalo iskuulna macallin waa ka ahay dadku waa inaad noqotaa role model fiican dadkan walaalaha oo ka soo horeeyso oo ku yimid afnaad ka run tahay waa inay wax fiican kaaga daydaan aniga iskuulkaan ka shaqeeya maalin bucuuriga iimaana maama Zainab hooyay waa dhash oo ma dhashay maasha Allah maama Zainab walaalkay ya arosa maalka dib waa fikiray waxa ay kaliya maal walba islaan dhashay iyo arosa waxma aruri kartid matay ka qaali kartid I have to do something waa fikiray islaamiyan inta adiga Soomaalnimad ka go'an tahay oo sadaqada ku go'an tahay aan isku dibareeyo labaatan naagood ahayn I don't know in kin soogtay in kale labaatan naagood ahayn waxa ay u dhageysta $10 iska arurino sanduuq dhaqaale sameysanayna erbad arurtay waxa la yiri masaare noqota sanduuqa dhaqaale 200 bilood meel digna lacagti abadad maalgada waxa la yiri masajidka ya daahla sanduuqa laga baxsho islaana hooyo dhimatay 200 laga baxsha wiila arosa $1,000 laga baxsho war sanduuqa tar badana ilaaha barakeey marka lacag hal mar la saas loo gurmado oo lib lagu xeyo waxa ka fiican $1 oo qofal bil iska gooyo oo meel dhigto marka waxa aad leeyahay doorahay waa duceysantiin madaxdu waa duceysaa liiri waa idin duceeyay Allaah idin barakeeyo wadaadkii wadaadkii magacaadu iga maqan yahay arinta aan ka dhawaajisay oo ahayd in biyo xaroon loo sameeyo arintaas horta dhiba wax laga barta dhibki waa soo noqday kulli hadda xalkeeda laga gaari doonaa hadii Ilaahay yiraado yaa haa ahay hadii Ilaahay yiraado marku waad salaamay jisaakalla mar labaad iyo mar saddexaad assalaamu calaykum hees qaran gaaw hees qaran gaaw hees qaran gaaw hees qaran gaaw awu dii ci hees qaran gaaw I'm gonna go get some more.